النجم المصري محمد صلاح يهز منتخبات افريقيا بتصريح لا يصدق عن لاعب المنتخب المغربي بعد مباراة المغرب وزامبيا ويفجرها. الحمد لله تجنبنا مواجهة المغرب في مباراة ثمن النهائي. ولكن قبل الدخول في تصريحات المو صلاح عن اسود الاطلس، طلب مني لحضراتكم: لو كنت عاشق ومحب ومتيم بالنجوم المغاربة والمنتخب المغربي، بالتأكيد ستدعمني وتشرفني باللايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. أكد اليوم أسطورة الكرة المصرية محمد صلاح أن المنتخب المغربي منتخب عملاق هو المرشح الأول للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية. وأكد محمد صلاح أن المنتخب المصري محظوظ جدا بتجنب مواجهة المغرب في نهائي مبكر في مباراة دور الـ16. وأشاد محمد صلاح بالمستوى العظيم للمنتخب المغربي خلال مباراة الأمس أمام منتخب زامبيا، مؤكدا أن المنتخب المغربي يمتلك ترسانة نجوم عالمية لا يستطيع أي منتخب إفريقي مجاراة أسود الأطلس إذا كانوا في يومهم ومستواهم المعتاد. محمد صلاح أيضا وجه رسالة للجميع بأنه محب لمصر على خلفية الانتقادات التي أكدت أنه مش بيحب مصر، ما عندوش ولاء لمصر. صلاح قال: محدش يكلمني في ولاء بلدي، أنا سافرت إلى ليفربول للعلاج بناء على اتفاق بين الاتحاد المصري وليفربول، وأنا دايما بدعم المنتخب المصري وإن شاء الله نعمل بطولة عظيمة. هكذا كانت تصريحات محمد صلاح عن المنتخب المغربي. صلاح في ختام حديثه عن الأسود قال تصريح للتاريخ: مع الاحترام للجميع، أشرف حكيمي وحكيم زياش وإمرابط وبونو، هؤلاء سيكونوا السبب في تتويج المغرب بالكأس.